يا صباح الورد عليكم مرة تانية مشاهدينا. أكيد المرأة طول السنة عليها ضغوطات، في بعض الأحيان تكون أكثر نوعا ما من الرجل. ممكن أن هي تكون امرأة عاملة وفي نفس الوقت عندها أطفال تقري فيهم، فتكون ملتزمة طول السنة مع أطفالها بواجباتها المنزلية والتربوية والزوجية، فأكيد حيكون عليها ضغط كبير. ولذلك ممكن مرحلة الصيف هي المرحلة اللي ممكن بالنسبة لها هي متنفس. اليوم حنتناول موضوع أن كيف المرأة تقدر أن هي تستغل الفترة الصيفية في أشياء ممكن أن هي تجدد فيها الطاقة الإيجابية باش أن هي تقدر تقاوم الواجبات اللي قاعدة منتظرتها. عندنا استطلاع رأي حول هذا الموضوع، فخلينا نشوفوه ونرجع نشوفوا رأي المرأة الليبية وين تقضي في المرحلة أو في العطلة الصيفية. والله مش كل سنة يعني برا ليبيا، لكن أغلب الوقت في ليبيا في البحر، مرات علاقات اجتماعية أكثر شيء، ما فيش حاجة تانية. رحلة المنطقة الغربية وتفسح المنتزهات والمناطق السياحية اللي عندهم هنا والأسواق التجارية والأسواق العادية وخلاص. والله بالنسبة لي قبل وقبل ظروف البلاد كويسة صراحة برا ليبيا الحق، يعني في أغلب الدول العربية وأوقات أحيانا دول أوروبية، لكن حاليا كلها داخل ليبيا. والله عادة طبعا نمشوا للقرى السياحية اللي هنا قريب، مثلا في سي خليفة، طبعا في مشرق، في ساحل شاحات، على حسب الأجواء طبعا، ومرات على حسب حتى الوضع المادي، واحد يمشي حتى مصر كان إذا كان في إمكانية يعني. والله عندنا هالمنتجع هذا نجو، وغيره ما فيش حاجة أخرى. والله المنتزه هذين هنا اللي نمشوا لهم نحن. عدوا البحر؟ البحر ما أنا مش من المحببين بتاع البحر، ما عنديش عليه واجد. والله نقول لك في الصيف هي الأكثر حاجة هنا لقونا، والله البحر مثلا نمشوا لطلميته، الأجواء هذين نتاع هذا جو الصيف طبعا تعرف على البحر. والله مكانت هذين سندي بادية لقونا يا. الفترات بداية الصيف أو ما قبل الصيف عادة المنتزهات اللي في بنغازي زي مثلا السندباد زي لاغونا زي كذا، وفي شهر 8 نمشي طبعا للمصايف، عندك بعض المصايف في منطقة توكرا، بعض المصايف في منطقة قنفودة وترية، ولكن طبعا بالنسبة لي أنا عائلتي عادة نركزوا على بعض المصايف، ناخذوا حوالي أسبوع كامل في مصايف منطقة توكرا، وبالنسبة للفترات الأخرى يعني كل أسبوعين أو كل أسبوع نمشي للمنتزهات زي ما قلنا منتزه بنغازي عادة نمشي له، نجي هنا طبعا لمنتزه السندباد، ومرات نمشوا لقونا هذين الاماكن اللي نمشوا لها. هذا كان راي الشارع الليبي من الشرق والغرب والجنوب ايضا. يعني الاجازه مش مفهوم الاجازه ان هي يعني تاخذ بعضها وتمشي، احيانا احنا نقولوا اجازه ان هي تاخذ صغيرتها وتمشي. فحسب استطلاع الراي او راي الشارع اميمه شفنا انه هو يعني يا بيكون على البحر يا اما المنتزهات، لان ما فيش فرص للاسف للمراه. ممكن الرجل عنده مساحات اكثر او فرص اكثر انه يطلع يزرد مثلا خميس وجمعه مع شباب اصحابها، ولكن ديما المراه مسكينه ملازمه بيتها لان عليها واجبات اطفالها وكذا، فمن حقها ايضا ترفع عن نفسها، خصوصا ان هي اجازه صيف مع هروب الضي، فاذا الموضوع راه متعب هلبة في حق الامهات اللي هم نصف المجتمع واللي قاعدين يعني متكفلين بالنصف الاخر. يعني انا نشوف فيهم مجتمع كامل. شو انت بدك تعمل لك اميمه؟ لا انت اليوم يعني منصف. مدافع ومنصف على المراه، وفعلا يعني زي ما قال ايمن ممكن هي طول السنه في ضغوطات، فمن حقها ان هي ترفه على نفسها. ممكن من المفترض حتى لو كان الزوج مساند لها على الأقل خميس أو جمعة أن هو يحاول أن يخفف عليها ويساعدها، حتى لو كان ظروف المادية ما تسمحش أنه يمشي لمنتزهات. وإحنا عارفين أن صح في منتزهات تنفتح في ليبيا في الآونة الأخيرة ومنتزهات ممكن ممتازة، ولكن مقابل أسعارها مش كل الناس أيمن بتقدر عليها. صحيح. فيه اللي اليوم 800 و 900 في اللي مش لاقين حتى 500 دينار يسحبوها من المصرف، فلذلك ممكن ما عندهمش الا البحر. فصح هم يعني المفروض اقل شيء ان الرجل يكون مساند للمراه، يحاول ان هو يطلعها، يحاول ان هو يخفف عليها. فعلا نرجع لان فقرتنا هذه بالاضافه ان احنا ندرجوا فيها مع بعض، فهي موجوده لايف على الفيسبوك، ممكن تتواصلوا معنا وتعطونا ارائكم. من الاراء انيسه اميمه تقول في ليبيا في امكانات حلوه للعائلات، بس رايحين الشباب محتلينهم، والله يخففوا مشيتنا لبعض الاماكن السياحيه زي راس
الهلال فعلا هو نتيجة أن الشباب شوية، ولكن في إذا كان في مسؤول على الجهة ما فهو قادر يحط جهة للعائلات وجهة للشباب. أعتقد نشوف فيها هذه الحاجات هلبة يا أنيسة. بصراحة نتكلم على عائلتي، مرات ناخدهم على البحر ومش واجد، وبصراحة إن شاء الله يسامحوني أفراد أسرتي لأني مقصر شوي، لأن الحالة المادية ما تسمحش أغلب الأحيان، وربي يفرج على الجميع. ربي يفرج عليك إن شاء الله يا صديقنا. هو هذا حال الطبقة أو الشريحة الشعبية اللي احنا منها كنا فعلا، زي ما قالت أميمة في قرى سياحية موجودة يعني في الخمس وفي صبراتة وفي كذا، يعني الليلة بألف جنيه موضوع كبير هلبة. أنت معاشك مشي في ليلة والله أعلم تستمتع بها ولا لا، وهذا يعني أصلا لو كان معاشة يوصل للألف فعلاً لألف جنيه فعلا أيضاً. ومرات يديرها فيك البحر يجيك هايج تندمي على الجنيه اللي دفعتيه في الألف والمعمول. حاضر، أنا الصبح قصة المعمول أنا أعطيتها معمول الصبح هيك بشكطي بالتمر ودليتها بمسكينة كل الفاصل نقولها هاتي جحت على أي كلمة، على أي كلمة مثلا نقولها متعجبش بيترعطني المعمول متاع دلني بي. طيب نرجع للموضوع اللي احنا طبعا نطرحوه، ممكن احنا نبو النساء اكثر انها تقول لنا هي وين تفضل انها هي تقضي اجازتها. طبعا من النساء اللي كانوا في الاستطلاع انا قالت قبل لما كانت الحالة المادية افضل ولما كان الدولار ارخص كانوا ممكن يقدروا مثلا اللي بين يمشوا لتونس صحيح. اقرب مثال يمشوا لمصر، ولكن توا معاش يعني معاش قادرين، ممكن شريحة بسيطة جدا من اللي بين اللي توا قادرين حتى تونس قادرين يمشوا لها. فوين يعني وين الأماكن البديلة؟ وأيضا في الأماكن البديلة اللي تمشوا لها شنو الأشياء الإيجابية فيها وشنو الأشياء السلبية فيها؟ نعم، أنيقة بأخلاق يقول بالنسبة للإجازة الصيفية أكثر شيء بالخمس، وكل صيف أسبوع كامل طرابلس والخمس، وأنا زعلان منكم أميمة أمن مقريت ومنشوري بدري شوية. والله أمس للأمانة باش نكون يعني نحاولوا نحن نقرأ كل شيء، وأمس أميمة قلت لي أنيق بأخلاقي كان جميل جدا في تعبيرها يعني في تعبيراته وفي تعليقاته، لأنه يخش في صلب الموضوع ويعطي في رأيه باتزان. فنتمنى أن الكل يكون زي أنيق، وحقيقة في هلبة تعليقات ما نقدروش نقوله أنيق فقط، ولكن هو زعلان شوية منا اليوم. فيلا راضينا راضيك بمعمول اللي نبيه من أميمة حنوصله لك يا أنيق. والله وعد وعد يا أيمن، أول ما بنطلع من الحلقة بنعطيه لك، واحتمال ننزل بيه لايف أصلا على فيسبوك أو بنعطيه لك. وعندي واحد تاني بناخذه من البروديوسر يارا حتى يارا ما سنويتش منك. طيب نرجع تاني للواد قبلها، والله وضع البلاد ما يخليك تستمتع بالإجازة وبزيادة السكنة في الجنوب لبحر ولا برودة ولا ضي، يعني ضربتين على الراس يوجع بجديات. ربي يخفف على أهل الجنوب لأن فعلا الجنوب يعاني من هلبة أشياء، إن شاء الله ربي يخفف عليكم ويكتب لكم حسنات على كل يعني ألم أنتوا تعيشوا فيه. من أيضا من فيروز صباح النور والسرور أيمن موفقين. من أنيق بأخلاقي أي والله يلا أرضيت بكلامكم والله شكرا أميمة وأيمن. أما زعيم في حوش عيالها، شو معنى حوش عيالها؟ زعيمة في حوش عيالها يعني زعيمة في حوش صغارها. لا هو اسم الزعيم. الزعيم يعني هو الزعيم في حوش صغارها. أوكي. متزعم متصدر المشهد. طيب هلا أفضل أن أقضي إجازتي في زوارة، أحلى شط وأحلى بحر وأحلى شيء في ليبيا. هو فعلا بحر زوارة جميل جدا، ولو كانت الناس مهتمين به أو المسؤولين مهتمين به من زمان رو كان المكان هذا أصلا عائد مادي لليبيا. غير ان احنا يعني احنا ممكن مشينا شويه للسياحه الداخليه اكثر من موضوع الفقره اللي هو يهتم باجازه المراه تحديدا، يعني غير ان هي عامله يعني ممكن تكون عليها واجبات عمليه، في ان هي حتى هي تبي رزق تشارك به زوجها في ظل الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين به، ولكن ايضا العمل في البيت متعب ومضني هلبة يعني ما بين صغار وما بين منضمان وما بين تطيب وما بين ممكن معاناه زوج بيروح من الخدمه محتاج حد يعاني اكثر. فان احنا نوفروا لها شويه من البراح في ان هي تنفس عن نفسها ترفع عن نفسها تخلي لنفسها اتزان داخلي ما تعيشش بضغوطات كبيره هلبة، فهذا واجب الزوج والاب والابن اتجاه امه زوجته او حتى عارف امه أو عارف مرتة. ايمن ممكن تاكيدا على كلامك ذكرني بفيديو مره شفته على اليوتيوب، هي كانت تجربه بريطانيه تقدموا وظيفه عمل عبر الانترنت، ان بس الوظيفه عالي مرتبها ولكن المقابل انك تقدر 24 ساعه تقريبا تشتغل انك انت تكرس يومك كله لشغلك.
فتقدموا الناس سيفياتهم ان يقولوا لهم راه انتم 24 ساعه بانك انتم بتردوا وبتكونوا جاهزين، بتردوا بالكم على كل شيء في الشغل هذا، بتدقوا ادق تفاصيله. هذا كله طبعا كان من الشغل. فطبعا هم انصدموا مقابل المبلغ، قالوا حتى لو كان المبلغ عالي ولكن قدرتنا الجسديه ما نقدروش ان احنا نستحملوا شيء زي هذا. ففي النهايه كان اللي يعني مداير الاختبار قال لهم تعرفوا شنو هي الوظيفه؟ قالوا له يعني شنو؟ قال لهم وظيفه الام. الام 24 ساعه وهي ممكن حتى وهي راقده ولكن عقلها الباطن يفكر في اطفالها. المخرج على فكره اليوم المخرج وتر لي، مش مخرج وتروني اليوم، لا لا بالاربيز حنطلع فاصل، محتاج لك اجازه بس من احنا المراه حنطلعها اجازه بسيطه في الفاصل هدايا ونرجع لكم بأميمة في كامل قواها العقليه والنفسيه والمراحيه. يلا فاصل ونرجع مره ثانيه.